وفي تصريحات خاصة لأونلايف أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تخصيص عائد المعرض لصالح تطوير وتنمية قرية الروضة بشمال سيناء. احنا سعداء جدا انه هذا المعرض العائد اللي بيجي منه موجه لقرية الروضة وتوابعها. شمال سيناء هي ضيف الشرف، سيناء كلها هي ضيف الشرف، والحقيقة مدين لشمال سيناء أكبر مساحة وأكبر عدد من الجمعيات مشارك من سيناء.